بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ إن شاء الله مع بعض متابعة أساسيات الهندسة الكهربائية، أو عندها اسم ثاني اللي هي عبارة عن دوائر التيار المستمر. طيب، أول درس عندنا بنبدأ بالقاعدة الأساسية لكل المادة اللي هي عبارة عن قانون أوم. طيب، قانون أوم هو القانون الأساسي في تبسيط الدوائر الكهربائية. عبارة عن قانون بسيط جدا، بينص على إنه عند ثبوت درجة الحرارة فإن فرق الجهد عبر طرفي مقاومة يتناسب تناسبا طرديا مع التيار المار فيها. طيب، عند ثبوت درجة الحرارة فإن فرق الجهد عبر طرفي مقاومة يتناسب تناسبا طرديا مع التيار المار فيها. طيب، بمعنى أنه إذا كان أنا عندي مقاومة، زي ما معروف في المحاضرة، لو كان عندي مقاومة، المقاومة دي قيمتها عبارة عن R، تمام. الفرق الجهد بين طرفينها V بيتناسب طرديا مع التيار المار فيها. طيب، أنا عشان أحول علامة التناسب دي لعلاقة رياضية أقدر أستخدمها في المعادلات، قالوا أنه ثابت التناسب هو عبارة عن قيمة المقاومة R. طبعا ال V بيقاس بالفولت، ال I بالأمبير، وال R بالأوم. طيب، القانون الأساسي عندنا أنه ال V بيساوي ال I في ال R، تمام. أو لو داير ال I موضع القانون معناه ال I بيساوي V على R، لو داير ال R موضع القانون بيساوي V على I. ودي حيثيات القانون، أن ال V هو عبارة عن فرق الجهد بالفولت، ال I عبارة عن التيار بالأمبير، وال R هي عبارة عن المقاومة بالأوم. طيب، مثلا عندنا ده شكل بسيط للتوضيح. لو كان عندي مصدر باور بطارية عبارة عن 20 فولت، والمقاومة عبارة عن أربعة أوم، التيار بتاعي هقسم 20 على 4 بيدي 5 أمبير. لو كان عندي هنا مقاوم مقدارها 12 أوم مرة فيها تيار 1 أمبير، معناها فرق الجهد بين طرفينا بيساوي 1 في 12 ب12 فولت. لو كان عندي مصدر عبارة عن 6 فولت بيدي تيار 3 أمبير، معناها المقاومة عبارة عن 6 على 3 ب2 أوم. لتوضيح القانون بصورة أساسية. طيب، عندنا كمية تانية مهمة جدا بنشتغل بها في الدوائر، اللي هي عشان أنا أعرف أنه المقاومة هي عبارة عن عنصر كهربائي بالأساس، تمام. أنا بستخدمه في تطبيقات بحيث إنه أعمل شنو؟ بحيث إنه أعمل تحديد أو أقلل القيمة حق جهد المصدر عشان تناسب لي قيمة جهد الحمل، أو أقوم أزيدها، تمام. يعني لو عندي مثلا حمل معين، مثلا حمل بتاع إنارة، وعندي مصدر، أنا عشان أخلي المصدر يوايم على الحمل بتاعي ده فبستخدم مقاومة تقوم تبدد لي جزء من الجهد بتاع المصدر في شكل بتاع شنو؟ في شكل بتاع طاقة. المعدل اللي بيتم به التبديل ده بنسميه حاجة اسمها القدرة، باور من المزلاة بالرمز P، تمام. وبنعرفها عبارة عن معدل استهلاك الطاقة، بنقيسها بوحدة بتسمى الواط من المزلاة بالرمز W. عندي ليها 3 قوانين. القانون الأول أنه ال P بيساوي حاصل ضرب الجهد في التيار، ولو فكيت الجهد حسب قانون أوم لحاصل ضرب التيار I في المقاومة R هلقاه بيساوي لي I تربيع في R، ولو فكيت التيار بي في على R هلقاه بيساوي لي برضه في تربيع على R، والوحدة حقتنا قلنا اسمها الواط. دي القوانين الأساسية اللي هناخدها في القوانين الأساسية عندنا في المحاضرة دي، اللي هي عبارة عن قانون أوم بالصيغة حقته الأساسية، اللي هي ال V بيساوي ال I في ال R، بالإضافة إلى القدرة هل هو بيساوي ال I في ال V، أو بيساوي ال I تربيع في ال R، أو بيساوي ال V تربيع على ال R. طيب، نخش في المتابعة بتاعتنا. متابعة بسيطة جدا، تطبيق مباشر لقانون أوم. ما هو الجهد المتولد عند مرور تيار مقداره 250 أمبير I في مقاومة مقدارها 25 أوم R؟ ال V بيساوي I في R، 250 في 25 ب6250 فولت. طيب، في 2 دارين التيار الناتج عن مرور جهد مقداره 240 فولت في مقاومة مقدارها كم؟ في مقاومة مقدارها 0.2 أوم.
ال i بتساوي ال v على ال r، هتبقى عندنا 240 على بوينت 2 ب 1200 امبير. طيب عندنا بطارية قيمة الجهد بتاعتها 9 فولت بتدي تيار مقداره 120 امبير، دارين المقاومة ال r بتساوي v على i 6 على 120 ب 5 من 100 اوم. طيب قال عندنا مقاومة مجهولة، القدرة حقتها عبارة عن 600 واط موصلة في مصدر 100 فولت، محتاجين قيمة المقاومة. طيب أنا عندي القانون بيربط ما بين ال B وال V وال R، أنه ال B بيساوي V تربيع على R، معناها ال R بيساوي V تربيع على B، 100 تربيع على 600 ب 100 على 6 أوم. طيب ما هو التيار المار في هذه المقاومة؟ أنا الآن بقيت عارف عندي القدرة وعندي التيار، عندي القدرة وعندي الجهد، بقدر أجيب التيار، أنه قلت ال B بيساوي حاصل ضرب ال B في شنو؟ في ال I. معناها من هنا انا بقدر اوجد قيمة شنو؟ قيمة ال i اللي هي بال b بيساوي b على b على v، اللي هو هتبقى عندنا 600 على 100 بكم؟ ب 6 امبير. طيب قال عندنا منزل او بيت فيه 8 لمبات، كل لمبة قدرتها 100 واط، وفيه 3 مراوح كل مروحة قدرتها 80 واط، وفيها ثلاجة قدرتها نص حصان، هنيجي هنشوف الحصان عبارة عن شنو. وعندنا سخانة قدرة حقته عبارة عن 1000 واط، دارين نحسب الاستهلاك الكلي للمنزل بالواط، ودارين نحسب التيار الكلي لو كان المصدر بتاع الجهد عبارة عن 230 فولت. طيب هنعمل جدول زي ده، عندنا 8 لمبات، أي لمبة بمية واط، إذن المحصلة حقتها 8 في 100 بـ800 واط، 3 مراوح في 80 بـ240 واط. عندنا الحصان، الحصان من المظلب الهورس باور أو ال اتش بي، هو واحد حصان، عندنا واحد اتش بي، تمام، ده بيمثل لنا كم؟ بيمثل لنا 746 واط، بيمثل 746 واط، معناه نص حصان بـ373 واط، عندنا سخان واحد بـ1000 واط، حجم عدل كلهم هيقوم يدينا الاستهلاك الكلي بتاعنا، اللي هو عبارة بعد ما اجمع القدرات دي كلها هيديني الاستهلاك الكلي بتاعي عبارة عن 2413 واط. طيب دار التيار عبارة عن B على V، جبت الاستهلاك الكلي بـ2413 على 230، ده بدينا 10.5 أمبير. طيب عندنا هنا هومير عبارة عن 5 مسائل، 5 مسائل إن شاء الله الدفعة تشتغلها ويتم تسليمها. شكرا، إلى أن نتلاقى إن شاء الله في المتابعة القادمة، وشكرا.